أنا حالياً في أوقح مدينة في كل العالم، رح نحاول نقضي الـ 24 ساعة الجاي هون، وخلال هاي الـ 24 ساعة شفت شغلات بحياتي كلها، ما شفت أسوأ وأوقح منها. طب يا أحمد ليش؟ ليش أصلاً تروح على مدينة هالقد وقحة؟ الموضوع بصراحة أنا ما كنت حاب أروح هناك، رحت هناك بالغلط. كل الفكرة إنه كنا حابين نروح على شانغ ماي عشان نعمل الفيديو تبع براز الفيل اللي أنتوا حضرتوه وعجبكم، بس عشان نروح على شانغ ماي لازم تنزل الطيارة في عاصمة تايلاند، بعدين نأخذ طيارة تانية لشانغ ماي، فبالتالي طلع ننزل في بانكوك. وكنت هناك بكل براءة، نزلت ستوري على إنستغرام، أنا في بانكوك، وبلش يجيني مسجات منكم. أحمد إيش عم تعمل هناك؟ شو راح تسوي؟ وهون استوعبت إنه يمكن في إشي غلط في المكان اللي روحت عليه. فشو عملت؟ أصلاً أنا كان لازم أقضي يوم في بانكوك، فصورت هذا اليوم بس. وهذا هو الفيديو اللي حتحضروه، عبارة عن بس يوم بقضي في هاي المدينة اللي بعدين مكتشف إنها كثير 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 وقحة، كثير وقحة، محطوطة بأنها أوقح مدينة في العالم بأكثر من موقع، بس وقتها ما كنت بعرف. وخلال مشاهدكم للفيديو لو طلعوا تحت راح يكون في مؤشر الوقاحة، وقاحة متر، هذا المؤشر راح يضل يزيد شوي شوي كل ما زادت نسبة الوقاحة في المدينة هاي. وآخر إشي راح يفقع. لأنه اللي بيصير في آخر اليوم إشي مش منطقي، فأحضر الفيديو كامل. وقبل ما تبدو الفيديو بس حاب أحكي، عملنا هذا الفيديو بغايات توعوية، كل إشي مش مزبوط رح نغبش عليه وما حيكون واضح عشان حتى الصغار اللي بيتابعونا يقدروا يحضروا. أنا عن نفسي ما كنت بعرف أبدا إنه الوضع حيكون زي هيك، ولو إني عارف كان جنبت كل الرحلة، بس إن شاء الله بعد نزول هالفيديو ما حدا يوقع بنفس الفخ مرة تانية. أول إشي لاحظناه إنه الدنيا كثير شوب بشكل مش طبيعي، جهنم هون شوب. هلا احنا رايحين هنبدل فلوس، لانه هون ما بتعاملوا بالفيزا كثير، بتعاملوا كله كاش. المفروض يكون في محل صرافه قريب. يلا عشان نوصل محل صرافه لازم نمشي تقريبا ربع ساعه. الواضح انه ما في كثير محلات صرافه بهالبلد، بس في اشي ثاني في كثير منه. احم يا جماعه، كلنا ماشيين عادي، طلعوا شو لقينا هون. في محلات بتبيع ورق عنب. بس في الطريق لمحل الصرافة اللي هو المفروض كل إشي أساسي، شفنا أكتر من محل من هذا النوع. كمان واحد. وهيك عطول فهمت إيش أولويات هاي المدينة. حلو كثير. ومع اقترابنا من محل الصرافة لقينا كمان محل. المزيد من الأعشاب، الملوخية عندهم مسموحة في البلد، تمام؟ بس غريبة تكون هالقد منتشرة في الشارع، يعني في الشارع هيك هالقد منتشرة، أول مرة أشوف بلد زي هيك. كثير زيادة. مهم، وصلنا أخيرا محل الصرافة. وهلا كونه صار معنا فلوس تايلندية، بدنا نشوف لنا مكان نروح عليه، بعرف زي السوق ولا إشي نتسوق مثلا. الصراحة ما بعرف إشي بالبلد، فبدي أحاول أسأل حدا من الناس في الشارع. ما لحقت أمشي ولا أنا بشوف إشي شوي غريب. شو هذا المخلوق اللي مر؟ هلا في الدقائق الجاي في الفيديو الوقاحة ميتر ما راح يتحرك كتير، بس ما عليكم، بس أصبر علي لأنه هذا استعداد لانفجار الوقاحة اللي حيجي. هلو، how are you؟ فيديو؟ فيديو okay؟ yeah for monitoring typeboard zipboard. I have a question. Is there a night market؟ night market. that side؟ okay thank you. يا جماعة هذا زلمة شرير. عمل حاله بعرف أنا عن شو بحكي، بعدين أشر على السمع. أو لا، وأنا اقتنعت يا معلم، بس مش مشكلة لأنه بعديها في واحد أنقذني. China Town Champagne Market. Okay okay. Another one Talat Bobby. Good. Yes, this two market will open night. هذا الرجل أسطورة، ما عرفت اسمه بس شكرا برو لأنه أعطاني أسماء أماكن أروحها، وهلا راح أرد عليه. شغلة غريبة عن هاي المدينة إنه كثير في سكوترات أكثر من السيارات، يعني معبى ناس بتسوق سكوترات عشان تروح على الأماكن. بس بصراحة بالنسبة لي ما بحب طريقة المواصلات هاي لأنه مش كثير أمان، يعني بكل سهولة. إحنا وين؟ هذا مش سوق. فيش أي شيء، فيش ولا شيء، حرفيا ولا شيء. تعال نلحق الناس شوف وين ماشيين، بلكي كل حدا رايح على السوق الليلي، بعرفش. ارجع ليه؟ ارجع ليه؟ صار احمر، طلع جيش السكوترات راح يدعسنا. ايش هاي البلد؟ ايش هاي البلد؟ بس بتحسها بتشبه دبي
بس نسخة أحلام العصر. بس أنا هذا وصف بانكوك. طلع وراي جيش تاني من السكوترات بده ينطلق. قطعنا الشارع والحمد لله. هون قضينا تقريبا ساعة كاملة وإحنا نمشي بس. وقع إنه بعد طول الانتظار أخيرا بلشنا ندخل على السوق اللي صلنا سنة نحاول ندخله. أوه. Thank you. غريب إنه في حدا بالشارع بيحكي لي أعمل مساج. إيش المكان اللي جينا عليه بالضبط؟ مش فاهم. ما شاء الله. والله الواحد مناظر بتجوع. أوكي المكان كثير حلو للتفرج بس مش للأكل لأنه الريحة مش مشجعة للأكل. بعرفش كيف الطعم بس شوف الناس كثير ما يعني كثير جايين الناس هون يأكلوا فالواضح إنه زاكي ما بعرف. وصلنا على السوق. السوق بجنن. How are you sir? حلال. Yes. Woo. Where are you from? Jordan. Jordan. Where are you from? Thailand. 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 Video. Video. لاحظوا كيف لما عرفوا إنه فيديو هرب. لقدام شوي حتعرفوا ليش هذا الزلمة هرب وإيش بيعملوا هذول الشباب اللابسين أخضر. والإشي كثير وقح. يلا يا جماعة لفلف هون. شكله هذا السوق قوي يا جماعة. خليك نتسوق شوي. Woo. تسوق تايم. مذكرين هاي؟ صورنا فيديو عنها. اللي ما حضر يروح يحضره. والله شايف المكان حلو عادي ما في ولا إشي يعني مميز. سوق عادي جدا. هلو. بينج بونج؟ واتس بينج بونج؟ بينج بونج؟ هون في زلم عشوائي عرض علي إني أتفرج على بينج بونج. الموضوع لفت انتباهي إنه ليش يعملوا عرض رياضي في نص السوق. أنا فكرتها ممكن بطولة بينج بونج إنه يعني يمكن في هذا الجزء من العالم بحبوا هاي الرياضة. المريب إنه الزلمة كان كثير مصر إني هلأ أدفع وهذا الإشي خلاني أشم ريحة نصب. عشان هيك قلت له طب فرجيني البينج بونج خليني أشوفه بعيني وما عليك بدفع لك. وبعد كثير مفاوضات فجأة فتح لي باب لدرج غريب وأنا طلعت يعني بس أشوف شو القصة. وهون كانت الصدمة. أنا فكرت بينج بونج يعني بينج بونج اللي بتعرفوا لعبة البينج بونج تنس. لا 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 شو اللي شفته؟ لا لا. وهذا أنا بس لمحت لمحة واحدة للإشي الوقح اللي طلع جوا. نفسي أفهم ليش هذا الإشي موجود في نص السوق. سوق عادي يا جماعة شناتي صحون أواعي الحياة حلوة. فجأة دخلت عالم ثاني. مش كيف ليش هذا الاشي موجود بك في نص العالم في نص السوق. يا الله انصدمت صدمة الحياة. مش مع طلعوا كمان ورق عنب شكله. هذا الشارع كله مختص في الاعشاب بشكل عام. ما شاء الله مش قادر افهم هالبلد وربي مو قادر افهم ايش فيه. انا جاي اشتري بنطلون جد. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو اللي شفته؟ وقبل ما تكمل الفيديو بس حابب لكنكم تكبسوا كبسة الاشتراك لأنه على 10 مليون في حفلة معجنات جبارة. أكبر حفلة معجنات في التاريخ. وبالمرة اكبسوا كبسة الجرس عشان تعرفوا لما ينزل أي فيديو. ويلا نكمل. الحلو في الموضوع يا جماعة إنه كل حد عم بيحاول يبيعني هون. هذول التجار مش فاهمين إنه أنا زلمة بفهم ما رح ينضحك. Thank you. طلع شو شريت. لعبة ماريو تتركب لغرفتي. يعني أحلى أسواق اللي أزورها بحياتي تقريبا. جد جد كل شيء رخيص وهيك حلو يا أخي المكان. بس مع مرور الوقت وكل ما ندخل في الليل عم بتصير الوقاحة أسوأ وأسوأ. تذكروا الشباب اللي كانوا لابسين أخطر؟ هلأ بنكتشف هم شو شغلهم الحقيقي. هذا يحكي معنا. Thank you. هدول الشباب ومنهم صاحبنا اللي هرب منا قبل فترة بلفوا على الناس وبيعرضوا عليهم منيو لونه أخضر. المنيو لونه أخضر جواته شغلات يعني أسوأ من هيك وأسفل من هيك وأوقح من هيك عيني ما شافت. أبو شعلة اقلب الكاميرا. أبو شعلة شو رأيك باللي شفته؟
جد شيء بشوفه في حياتي. طلعني هسه من تايلاند اخوي. كل هدفهم طلع انهم يوقعوا الشباب ويفتروا الشباب على اشياء انا وعمري 27 سنه انصدمت منها. فتخيل اذا شفت كمان شيء وقح راح اطلع من كل هذا المكان وحرجع الفندق خلص لانه اختفيت. وهاي كانت القشة التي كسرت ظهر البعير. دخلنا شارع غلط اتوقع. ايه؟ مش عارف احنا وين. طلع الشاشة شوفي. هذا الشارع برعاية جهنم. كنت بحكي هيك لانه المكان كان فيه كثير ناس عم تشرب خمر فيه، بس لقدام هناك كان الشارع الرئيسي اللي بنقدر ناخذ منه تاكسي ونرجع، وعشان هيك كنت بدي اكمل بالشارع لحد ما فجأة كل اشي صار اسوأ. إشي مش معقول اللي عم بشوف، أقسم بالله بحياتي ما شفت إشي زي هيك. ما في ولا حدا لابس أقسم بالله بدي أستفرغ والله. خلينا نطلع من هون بسرعة يلا. وهنا كانت نهايتي مع هاي المدينة، وقررت خلص أرجع الفندق وما أطلع أبدا لحد ما يجي وقت سفري. وصلت على الفندق مش عارف شو اللي شفته. مش قادر اوصف. استنى بدي اجيب لكم ابو شعلة كمان. تعالوا ابو شعلة. يعني ابو شعلة مصطحبني بالسفره وهو اللي كان يصور. فشو اللي شفته اخوي؟ بس اصف لنا شو شفت. كنا نتسوق بامان الله عادي، فايتين هيك شارع كيوت فيها طبسطات. اشتريت بلوزه. اشترى بلوزه، انا اشتريت بلوزه، اشترينا ليجو، اشياء كيوت يعني. فجاه واحنا بنتمشى ولا بوم الصدمه. فجاه يطلع لك واحد من هون بينج بونج. كلها أصوات بوم بوم بونج بينج دانج دونج هيك، ومعاه ورقة غريبة مش فاهم. الورقة الخضراء ما بنسى. الورقة الخضراء، المنيو الأخضر النعيم. عادي كنا نتسوق وشفنا أشياء هاد، بس آخر شارع فتنا الله لا يورجيكو. يعني أنا بس تحي ألبس هيك في بيتي. يعني الأشياء اللي أقسم بالله الأشياء اللي شفتها أنا لحالي بكون في البيت، لحالي في البيت بس تحي أكون لابس هيك قدام حالي عادي هيك في العلم. يعني ما قدرناش نكمل اول الشارع حتى. طلعنا على طول عشان صراحه جد شيء جد بيغلب المعده. بس اخر شيء بحكيه شغله غريبه لازم تعرفوها، انه الشعب التايلندي محافظ بطبعه. بتشوف هاي الشغله خصوصا بالريف وفي المناطق مش في المدينه، في المناطق الشعبيه بتعرف انه الناس محافظين ومستائين من هاي الاشياء. كمان شغله، الاقتصاد في تايلند وصل مراحل مش معقوله، فمع ضعف الوضع الاقتصادي وكثره الناس وبرضه ضعف الدين، هاي الثلاث شغلات خلت اشياء زي هيك تصير. فبس حاب احكي الحمد لله على نعمه الاسلام، لانه عندنا في بلداننا لو شو ما يصير في الاقتصاد شو ما ينزل مستحيل نوصل لهذه المرحله. مستحيل 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 احنا المسلمين نوصل لهذا الليفل شو ما يصير، لانه بالاخير دائما ايماننا في رب العالمين. فاذا في شيء بدنا نستفيد من هالفيديو فهي هاي المعلومه. خوارزميه اليوتيوب تحكي انه هذا الفيديو حيعجبك، ليش ما تجرب تحضره؟